ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو فيلم رعب برضو هينزل السنه دي في 2024، وهو فيلم ذا اكسورسيزم. فيلم ذا اكسورسيزم اللي كان اصلا اسمه الاول ذا جورج تاون بروجكت، وتم تغييره لاسم ذا اكسورسيزم، الله اعلم ليه ما اعرفش، مع ان انا حاسس ان الاسم بتاع ذا جورج تاون بروجكت اسم كرييتيف اكتر من فكرة يلا نسميه اي حاجة ليه علاقة بالاكسورسيزم فنستسهل فنسميه ده اكسورسيزم. يعني الفيلم من اخراج جوشوا ميلر، وده في اول تجاربه الاخراجية. كان اول فيلم كان عمله اخراج سنة 1999، كان فيلم اسمه دماو جيم، فيلم غريب فشخ كده. فهو اصلا كان مخرج، كان متبرم بالفيلم ده اصلا، وقال لك انا كده ما عملتش اي حاجة وده اول فيلم تجربة ليه، يعني اتمنى ان هي تنجح. الفيلم طبعا من بطولة راسل كرو، وانا اصلا قبل ما اعمل تريلر رياكشن للفيلم ده انا كنت فاكر ان ده يعتبر الفيلم الثاني للفيلم اللي كان نزل السنة اللي فاتت ولا السنة اللي قبل اللي فاتت، السنة اللي فاتت فيلم ذا بوبس اكسورسيست اللي كان عامله برضو راسل كرو، بس اكتشفت ان اصلا الفيلم ده ملوش اي علاقة بفيلم ذا فادرز سوري ذا بوبس اكسورسيست، ده فيلم وده فيلم تاني. فغريبة يعني ان في ذا بوبس اكسورسيست شخصية راسل كرو اسمها فادر جابرييل، وفي فيلم ذا اكسورسيزم اسمه أنثوني ميلر، ده شخصية ودي شخصية تانية. وانا مستغرب يعني ايه الفكرة ان هو يعني باك تو باك راسل كرو يعمل فيلم يعني يعتبر نفس الفكرة، يعني اللي هو يعني هو سيس وطارد اروح شريرة وحاجات كده، فغريبة شوية. وبيشارك معاه في البطولة سامانثا ماثس وسام وورثينغتون اللي هو بطل بتاع فيلم افاتار. انا معرفش، انا بقيت مستغرب من راسل كرو ومن اختيارات راسل كرو. انا افتكرت راسل كرو هيرجع تاني بقى يمثل لنا حاجات جامده، ففكره ان هو يعني يرجع باك تو باك تاني على موضوع يعني فيلم ذا اكسورسيزم ده، والسنه اللي فاتت كان اسيس برضو في نفس الفكره، فده شيء غريب شويه. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره فيلم ذا اكسورسيزم راسل كرو. يلا بينا. اوكي ماشي. بصوا انا قبل ما اتفرج على التريلر اصلا يعني لحد اول شوية، فكرة ان الفيلم تاني عليه علاقة بالاكسورسيزم واكسورسيست والكلام ده كله، انا بصراحة زهقت من نوعية الافلام دي. يعني حتى انا كنت يعني اللي شاف المراجعة الأخيرة بتاعة The First Omen أو Immaculate والكلام ده كله هيعرف الكلام ده، لأن أنا الفترة الأخيرة ابتدوا يعملوا أفلام كتيرة قوي لدرجة مبالغ فيها في الجانر بالذات بتاع الهورر، نفس فكرة موضوع الأفلام اللي هي بتاعة طارد الأرواح الشريرة. وأنا بصراحة أنا اتخنقت من الفكرة دي، لأن عندك أفلام رعب كتيرة جدا تقدر أن أنت تطلع منها كواليتي كتيرة وتقدر تطلع منها أفكار كتيرة، فإيه الفكرة إن الجانر بتاع أفلام الرعب دايما بيبقى محصور في حتة الإكسورسيزم، ونجيب بريست ونطلع الديمن ومش عارف إيه، والفيلم يخلص على كليف هانجر ويبقى فيه جزء تاني، لو الفيلم نجح نعمل له جزء تاني. فدي حاجة أنا بصراحة ابتديت أزهق منها، وده اللي انا شفته في The Pope's Exorcism. الفيلم برضو كان بتاع راسل كرو بتاع السنة اللي فاتت، ما كانش وحش، الفيلم كان شغال، مش عايز اقول كانه حلو، هو لا كان حلو ولا وحش، هو شغال يعني تمام. يعني انا حاسس ان هي ممكن تبقى عودة لراسل كرو، انما التريلر ده على قد ان انا التريلر يعني ما حسيتوش قوي، بس عجبني الفكرة اللي موجودة في الفيلم ده او في التريلر بمعنى الاصح.
فكره التريلر عجبتني ان هو ان هو يعني بيستدعوه البريست ده اللي هو راسل كرو، ان في السات بتاع اللي بيصوروا فيه الفيلم تقريبا على حسب فهمي اللي انا فهمته من التريلر بيعملوا بيصوروا فيلم ذا اكسورسيست تقريبا على ما اظن if I'm not mistaken، بيصوروا فيلم ليه علاقه باكسورسيزم والكلام ده كله، والمكان اللي هم بيصوروا فيه الديكور او اللوكيشن اللي هم بيصوروا فيه الفيلم المكان نفسه هونتد او المكان نفسه مسكون، فبيستدعوا بريست ان هو يطلع الجن ده والكلام ده كله او وات ايفر بقى الديمن او اللي لابس البنت دي، وبعد كده الجن او الديمن بيخش فيه هو. فكفكره حلوه، خصوصا اللي عمل الكرييتر بتاع الفيلم ده هم نفس الكرييترز بتوع سلسله افلام سكريم زي ما احنا شوفنا في التريلر، والشركه من شركات الانتاج اللي موجوده في الفيلم هي شركه شادر. شركه شادر على فكره شاطره جدا في افلام الرعب. فانا عجباني الفكره ان انت الفيلم المجرد ان هو مش مجرد واحد بيستدعى بريست ويروح يخرج الوحش من وات ايفر بقى الشخصيه او الانسان، هو الفكره ذات نفسها ان هم بيصوروا فيلم عادي جدا اكتشفوا بالصدفه البحته ان في الفيلم ده او في اللوكيشن ده في جوست او في هانتد سبيريت او في حاجه فبيستدعوا البريست ده. انا عجباني الفكره، عجبتني الفكره بصراحه، فكره جديده يعني دايما يعني حاجه غير المعتاده. في الاول وفي الاخر بريست وبيطلع ديمون والكلام ده كله، بس فكره غير المعتاد، لان اصلا اللي يعرف الكواليس فيلم ذا اكسورسيست اللي هو بتاع 1973 اصلا المكان ده كان هونتد او المكان ده كان اصلا مسكون، والبنت الصغيره اللي كانت بتمثل فيه الفيلم عانت كتير جدا في الشخصيه اللي هي كانت عاملاها البنت الصغيره كانت ساعتها عانت كتيره جدا مع الشخصيه اللي كانت في الفيلم، ان بعد كده عرفوا ان المكان ده كان مسكون والكلام ده كله يعني. اوفرول مش متحمس قوي للفيلم بصراحه، بس اوفرول انا عجبتني الفكره، يعني انا عجبتني الفكره، بس انا صراحه زهقت من نوعيه الافلام دي اللي هي بتاعه الاكسورسيزم. بس عجبتني الفكره اللي انا لسه قايلها عليكم لسه قايلها لكم عشان بس مش عايز اقعد اعيد وازيد في نفس الكلام. بس اوفرول كفكره الاكسورسيزم كفايه، ابوس ايديكم كفايه، يعني كفايه قوي اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت، لان تقريبا 3 ارباع الافلام الرعب بقت نفس الجانر دي، يعني كفايه يعني ادونا شويه جور ادونا شويه سلاشر، يعني زهقنا يعني بجد، كلها بقت اكسورسيزم وبتاع، فبجد اتخنقنا يعني. نسبه رقوبي للفيلم ممكن تبقى 6/10، انا عارف انها مش كبيره قوي على اللي انا قلته، بس يعني ما اعرفش يعني الى حد ما مش متفائل خير قوي بصراحه. اتمنى ان هو يبقى احسن من The Pope's Exorcism يعني، خصوصا ان الفكره كانت حلوه يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم The Exorcism. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اسمها هوم الون وتيك 2، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، وباي باي.